اصحابي احنا جايين النهارده في كنيسه السراي الانجليه بمحافظه الاسكندريه ورساله جديده من مدارس الاحد. تعالوا نشوف اصحابي جايين ليه النهارده. اسمك ايه؟ روزانا. وفيق. جينا. امير. عارفه مين معانا النهارده؟ قناة سات سيفن كيدز، برنامج رسالة من مدارس الأحد. قناة سات سيفن كيدز، رسالة من مدارس الأحد. ايه أكتر حاجة عجبتك في البرنامج؟ الصلاة. السكتش والترانيم والصلاة اللي أنا بستفيد فيها في حياتي إن أنا أطبقها. يا رب أنا فعلا بشكرك يا رب إن أنت جبتنا بيتك. يا رب يا رب أنت فعلا يا رب يا رب فعلا نفسي بجد نتعلم حاجة جديدة. أمين. آيات. ممكن تقول لنا آية؟ تفل الرب كل الأرض. ترانيم. طيب ممكن ترنم لنا ترنيمة؟ كل خطوه امشيها امشيها معاك امشيها معاك يا سوي، كل حياتي دايما امشي وراك، كل فكري دايما دايما فيك دايما فيك يا سوي، كل حياتي دايما افكر فيك. ربي يسوع بشكرك يا ربي يسوع اللي انت جبتنا مدارس الاحد. يا ربي يسوع يا ربي يسوع حافظ علينا في كل وقت. يا ربي يسوع ربي يسوع انا عارفه يا ربي يسوع اللي انت جبتنا النهارده علشان نتعلم حاجه جديده. امين. بشكرك يا رب عشان انت جبتنا مدارس الاحد النهارده يا رب. اشكرك يا رب انك جبتنا النهارده يا رب عشان نتعلم حاجه جديده عنك يا رب. رب اشكرك بجد يا رب انك حافظتنا يا رب في الطريق. اشكرك يا رب بجد على كل حاجه يا رب. امين. عشان هزور جده النهارده. انا قايمه من بدري جدا، جهزت كل حاجه ولابسه. يا رب سمسم ما يكونش بس سبقني. هو فين صحيح سمسم؟ سمسم سم انت لسه نايم يا سمسم؟ سمسم يا سمسم مش عايز تصحى؟ طيب هصحيك زي كل مره. ايه في ايه يا سمسمة؟ في ايه على الصبح بقى؟ في ايه؟ مش عارف في ايه؟ النهاردة يوم الاجازة اللي هنزور فيه جده يا استاذ. اه صحيح جده. طيب انا ثواني وهكون جاهز. بسرعة عبدا ما احضر الفطار تكون جاهز. اكيد. بسرعة. حاضر. يا سلام اخيرا يا سمسم وصلنا بيت جده. انت عارف انا بحب البيت ده قوي. بحس كمان ان الجو مختلف فيه. الجو احلى كتير من اي حتة صح؟ الجو؟
جو ايه يا بنتي؟ ما الجو هو زي اي حتة. بس انت مش فاهم حاجة. انا برضو مش فاهم. لا انا اللي بحبه هنا الجنينة بتاع جدو، انا بحب العب فيها قوي. وانا كمان. ده انا النهاردة هلعب لعب. وانا معاك. سمسمة. ايه؟ اوعي تكوني نسيتي تجيبي البندقية بتاعتي. البندقية نسيتها. لا لا يا سمسمة حرام عليكي بقى، حرام عليكي، اليوم باص بقى، اليوم باص. يا سمسم. نعم. البندقية ايه؟ بندقية. سمسمة على فكرة هزارك بقى بايخ قوي. بتعلم منك يا استاذ سمسم. المهم بس سيبك، مش ملاحظ ان احنا في بيت جدو ولسه ما جاش لغايه دلوقتي؟ اه صحيح، هو فين؟ مش عارف. جدو. صباح الخير يا ولاد، عاملين ايه؟ جدو جا جدو جا جدو جا جدو جا جدو جا جدو جا جدو جا. بس يا ولاد بس بس بقى يا ولاد، انا عجزت يا ولاد وما اعرفش اجري النص بتاعكم ده. انت اصغر من سمسم. انا عارفك يا سمسمه بتحب تجامليني على طول. جدو 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 يا سمسم، معايا قول العين. ممكن اعرف جنينه؟ جنينه يا سمسم. طب مش تفطروا معايا الاول يا ولاد؟ فطرنا في البيت يا جدو. انت ناسي سندوتشات سمسمه الجامده ولا ايه؟ ايوه صح يا سمسمه، ده انت عليكي حبه اكل فظيعه. هي لسه شاطره في الاكل يا ولاد؟ طبعا طبعا جامده. إيه؟ يا سمسمه إيه؟ لا واضح واضح انه بيحب اكلك قوي. طب بقول لكم ايه، منورين يا ولاد. منورك يا جدو. طب مش معقوله كده يا ولاد، يعني انتوا ما تفطروش معايا؟ يعني جايين كده عشان تلعبوا على طول؟ ايوه ايوه يا جدو، انا عايزه العب، انا عايزه العب مع سمسم. مش معقوله كده يا ولاد. خلاص احنا فطرنا. بليز يا جدو. ميرسي يا جدو. طب سمسمة أيه؟ استني اجيب البندقية بتاعتي. طب روح حطها وانا هسبقك. طيب باي. سمسمة سمسمة. ايوه يا سمسم. يا سمسمة وطي صوتك، العصافير هتطير. طب ما تطير. لا اذن يطيروا ازاي، انا عايزه اصطادهم. طيب ماشي. شايفه العصفوره اللي هناك دي؟ ايوه شايفاها. يا بقول لك وطي صوتك. ايوه شايفاها. تتحديني ان انا اقدر اصطادها؟ طبعا اتحداك، انت ما بتعرفش تصطاد حاجه اصلا. ايه؟ طب بص يا هو. يا خبر، ايه يا سمسم اللي انت عملته ده؟ ايه؟ دي ماتت. ماتت؟ هي مين دي اللي ماتت؟ البطه يا سمسم، البطه بتاعت جدو ماتت. البطه؟ انت موتها. طب استني كده، الحقيني دي ما بتتحركش. انا بقول لك ماتت ماتت، تتحرك ازاي؟ ماتت. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل؟ قصدك هتعمل يا استاذ، وانا اللي موتها ولا انت؟ يعني انت هتسيبيني لوحدي يا سمسمه؟ طب انا هعمل ايه دلوقتي بقى؟ هعمل ايه بقى؟ ده برضو اخويا ولازم اساعده. سمسم سمسم بسرعه بسرعه، جات لي فكره. انت روح بسرعه ادفن البطه وانا هراقب الجو، لو جده جاي هقول لك. بسرعه ادفنها. انت متاكده يا سمسمه؟ ايوه بسرعه. طيب حاضر. يا رب جده ما يجيش، يا رب جده ما يجيش. الحمد لله جدو ما شافنيش. دفنتها؟ دفنتها خلاص. الحمد لله. ده جدو لو كان شافني يا لهوي، ده كان علقني. ده جدو لو كان شايفك يا لهوي كان علقني، كان بهدلني، ده كان هيعمل فيا حاجات مش كويسه. مين ده اللي يعمل فيك العنايه دي كلها جدو؟ يا سمسم ماله ده يا سمسمة؟ لا لا يا جدو انبسط، انا شايفك انبسط. انبسط ازاي؟ يا سمسم. طب ايه ده؟ ثواني يا جدو، انا هفوقه انا هفوقه. يفوق ازاي؟ يا سمسم جدو ما شافكش اصلا، قوم. طيب ثواني يا جدو. يا سمسم انت ده بيتكلم بجد؟ يا سمسم. ايه؟ ايه يا سمسم يا حبيبي؟ ازيك يا جدو؟ ايه اللي خضك كده يا حبيبي؟ لا لا مفيش حاجه، ده انا لما شفتك اتبسطت. انت متاكد انك كويس يا ابني؟ اه انا كويس. انتوا كويسين يا ولاد؟ ايوه ايوه يا جدو كويسين. انتوا مبسوطين يا ولاد؟ طب بقول لكم ايه؟ ما تجهزي لي يا سمسم الغدا عشان نتغدى غدوه حلوه النهارده. يا ريت. بقول لك ايه؟ ميسي ميسي يا جدو. عشان خلاص يا سمسم. عينيا عينيا. لا غدا عندك النهارده. اوكي. انا هروح استريح شويه. تكوني غدا. اه اتفضل يا جدو استريح وانا هظبط الغدا. ماشي يا ولاد. استنى يا استاذ، انت رايح فين؟ رايح اكمل لعب. انت اللي هتجهز الغدا يا سمسم. انا؟ لا جدو قال انت. طيب اصل انت لو ما جهزتش الغدا انا هقول للجدو على موضوع البطه. لا. يا جدو لا لا خلاص خلاص، البطه لا البطه لا، امري لله بقى، هخش اسخنه انا وانا هروح اكمل لعب. الواحد النهارده اكل اكل يا ولاد معاكم. ايوه يا جدو اكلك زي ما هو يا سمسمه. عجبك ده؟ اكلي انا يا جدو. اكل مين؟ بيقول لك اكلها حلو قوي. اكل مين يا سمسم؟ اكلها حلو قوي يا جدو. ما تكملي جميلك بقى، معلش هتعبك معايا. اغسلي لي اطباق بقى بعد الغدا بتاعنا. تؤمر يا جدو. أوكي. يا سلام. استنى استنى، انت مش عايز اي حاجه تانية اعملها لك يا سمسمه؟ انتوا جايين تزوروني النهارده، مش عايز اغلس عليكي؟ لا لا يعني. انت تؤمر يا جدو، النهارده يومك. طب اغلس عليكي في حاجه صغيره بس. قول.
قول. معلش الحمام بتاعنا يا سمسمة. يا سلام عينيا يا جدو عينيا. اغسليهولي بس. طب استنى استنى، انا كمان عايزه اغسل لك العربيه بتاعتك، وعايزه انضف لك الجنينه، واظبط لك المطبخ. انا هعمل لك كل حاجه النهارده يا جدو. كل ده عشان يا سمسمة؟ اه بس هتديني شوكولاته؟ اديكي اللي انت عايزاه يا حبيبتي. كل ده وما اديكيش شوكولاته؟ ميرسي يا جدو. شوكولاته واثنين وثلاثه. ميرسي يا جدو. طب انا هروح اريح شويه. اتفضل استريح، هتصحي كل حاجه كويس. اوكي يا سمسمة ميرسي. عرفت هتعمل ايه؟ عارف. الحمام والمطبخ والعربيه بتاعت جده والجنينه. خلاص بقى عرفت بقى. تزعلش كده، هبديك حته من الشوكولاته. كتر خيرك. مش هديلك. هروح بقى انا اكمل لعب. اوف بقى انا تعبت بقى تعبت. طب وبعدين انا هعمل ايه؟ ما انا لو رحت قلت لجده هيزعل مني ويزعلي، مش بعيد كمان ما يجيبنيش العب هنا تاني. لو قلت لسمسمة، لو فضلت ساكت سمسمة هتبقى هتفضل تبهدل فيا، وانا تعبت بقى بصراحة. هعمل ايه؟ انا لازم اقول لجدو، واللي يحصل يحصل بقى. يا جدو يا جدو، عندي حاجة عايز اقولها لك. ايه يا حبيبي يا سمسم؟ ازيك يا ابني؟ خير يا حبيبي؟ انا كويس يا جدو، بس في حاجة عايز احكيها لك. مالك يا حبيبي اتضايق ليه؟ احكي انا سامعك يا ولد. بص اصل بصراحة واحنا بنلعب في الجنينة الصبح، وانا كنت بصطاد العصفوره كنت بنشن عليها جت في البطه، بس صدقني يا جدو ما كانش قصدي، صدقني ما كانش قصدي. على فكره يا سمسم انا عارف كل اللي انت بتحكيه ده. عارف؟ عارف ازاي؟ انا عارف كويس قوي، عشان انا كنت واقف في البلكونه وانت ما خدتش بالك ورحت وقتلت البطه. مش بس كده، دفنت البطه يا سمسم، صح الكلام ده؟ صح يا جدو. شفت بقى؟ بس عارف يا سمسم انا اللي مش اللي مزعلني، يعني مش انك قتلت البطه، انت ما كانش قصدك يا حبيبي، بس اللي مزعلني انك خبيت عليا وخليت سمسمه تزلك وتخليك تعمل كل حاجه في البيت، وهي قاعده تلعب ومبسوطه وفرحانه. عارف لو كنت قلت لي ما كانتش سمسمه عملت فيك ولا حاجه من الكلام ده كله، صح يا حبيبي؟ صح يا جدو. يعني احكي لي يعني كده يا سمسم، ما تخافش. يعني انت مش زعلان مني يا جدو؟ مش زعلان منك يا سمسم خالص. انا بحبك قوي يا جدو. وانا بحبك كمان يا سمسم. سمسم اتعلم درس حلو قوي النهارده. احنا كمان في درس لازم نتعلمه. لما اعمل خطيه بسرعه بسرعه اروح ليسوع واصلي واقول له يا رب سامحني انا غلطت، واتوب كمان. يمكن ما اعرفش اتوب في الاول وتبقى حاجه صعبه بالنسبه لي، لكن لازم اطلب تاني مساعدته، وما اخليش ابليس يضحك عليا ويضايقني زي ما سمسمه كانت بتعمل في سمسم. النهارده يسوع بيقول لك تعالى انا هسمعك وعايز اعرف كل حاجه انت بتعملها. انا ممكن اكون الصاحب بتاعك، بس انت تعالى وتوب عن الخطيه اللي انت بتعملها. دي عروسه جميله اسمها فستق. فستق دي عامله زي كل واحد فينا. فستق راسها صغيره كده ونايمه وتعبانه خالص، وشكلها كده ما عندهاش اي حاجه حلوه تفرح بيها. بس الفستقه في يوم اكتشفت انه الفرح ده هيجي على المسيح مع يسوع، ويوم ما قررت ان يسوع يجي جواها وملاها بدات تبقى ثابته، وراسها تكبر وراسها كانت مش منحنيه ولا حزينه. الفستقه عامله زي كل واحد فينا، وزي بطرس. بطرس لما ما صدقش ان يسوع ممكن يكون هو اللي واقف بيقول له تعالى، بيقول له امشي على الميه، وما صدقش وخاف وقع، كان عامل زي الفستقه وهي راسها نازله لتحت. بس يوم ما بيصدق ويوم ما بيكتشف ان يسوع فعلا هو الامان ليه، وهو اللي هيمشيه في الطريق صح، هو اللي يفضل رفع راسه جواه ايمان، يبقى عامل كده زي الفستقه. لو كل واحد فينا صدق ده اكيد في يوم من الايام هيبقى عامل كده زي الفستقه، مش شرط راس كبيره، بس هيبقى ماشي واثق، مش حزين ولا تعيس ولا متضايق. هو تخلي الميت يسمع، هو تخلي الكل اللي جاي عايز افرح فرحه كبيره، فرحه
هنحفظ آية صغيرة قوي للدرس بتاعنا. هي بتقول ثقوا أنا هو لا تخافوا، مرقس 6:50. تعالوا كلنا نقولها مع بعض في نفس واحد. ثقوا أنا هو لا تخافوا، مرقس 6:50. انا اسمي رامز، وكان انا من زمان كان نفسي في كاميرا انا واخواتي، كان كاميرا ديجيتال، عشان بنطلع مؤتمرات كتير وحفلات كتير ومش بنلاقي حاجه نصور بيها. وفي العيد الميلاد اللي فات احنا كنا في الملاهي ولقينا كاميرا زي اللي احنا كنا محتاجينها بالظبط، لكن احنا قررنا ان احنا مش هنمشي وناخدها ونقف شويه، يمكن صاحبها يجي ويدور عليها. وبالفعل هو رجع ودور عليها، فاحنا سألناه بتدور على ايه، قال لنا بدور على كاميرا، فقلنا له هي دي، قال لنا اه. وبعديها بوقت مش طويل انا كنت نسيت اصلا ان احنا لقينا كاميرا وان احنا محتاجين كاميرا اصلا، جم ناس اصحابنا بعتوا لنا كاميرا هديه رغم ان هم ما كانوش عارفين ان احنا لقينا كاميرا وان احنا محتاجين كاميرا. وانا اتعلمت من الحكايه دي ان انا اي حاجه انا محتاجها ما اجيبهاش بطريقتي او بطريقه العالم، لكن استنى رد ربنا ليا. النهاردة يا صحابي هنعمل عمل فني جميل بورق الكريشة. النهاردة هنعمل ماسك لملك الغابة. أول مرحلة يا صحابي هنعمل على الطبق عيون. إحنا هنجيب الطبق كده وهنرسم فيه 2 عينين، وبعدين هنيجي نقصقصه كده، هيتقص كده، وبعدين نجيب اللزق ده، اللزق كده هنلزق فيه كل الشكل ده كده، هنحط الورق الاصفر كده جنب بعضه باي شكل، فوق تحت جنب بعضه قوي، ما نسيبش اي فراغ. وبعد ما نلزقه كله خالص هينشف شويه، هنلزق الطرف الاخراني وهيبقى كده الاورنج. العين بتتقص بالطريقه دي وبتتلزق كده بحيث انه تبقى باينه عين الاسد، والبق كمان بيتلزق، والمناخير والشنب. هنا العينين، هنا الشنب، وهنا البق والشعر. اخر مرحله يا اصحابي في الماسك ان احنا ممكن نلبسه ازاي، ان احنا نعمل له خرم بالشكل ده في الناحيه دي وفي الناحيه دي، وبعدها نحط له الاستك بالطريقه دي عشان نقدر نلبسه في الاخر. هنقدر نلبسه بالطريقة دي. أنا اسمي فيبي ماجد، عندي 12 سنة، موهبتي الرسم، بحب أروح مدارس الأحد قوي. ابتديت أرسم وأنا في كي جي 2، مامتي وبابايا شجعوني على الرسم ورسمت كذا صورة. دي صورة عبارة عن الاختطاف. دي صورة الصرخة. أنا اسمي شريف، اتعلمت النهاردة ترنيمة حلوة قوي بتقول ده يسوع حلوة قوي حلوة قوي حلو قوي، ده يسوع حلو قوي حلو قوي حلو قوي. انا اسمي كريستين، اتعلمت ايه جميله قوي النهارده بتقول ثقوا انا هو لا تخافوا، مرقس 6:50. انا اسمي مريم، وتعلمت النهارده حاجه في الدرس ان انا اثق في ربنا، واي كلمه يقولها لي في الانجيل اسمع كلام. انا اسمي ان، وتعلمت من السكتش النهارده ان انا ما اخبيش حاجه على ماما وبابا. بايمان بطرس مشي على الميه، وبالصلاه اليوميه ايماننا يزيد شويه شويه. ونشوفكم المره الجايه في رساله جديده من مدارس الاحد. باي باي.